السلام عليكم يا أصدقائي، أريد أن أتحدث عن شيء مهم جدا. سوف نبدأ سلسلة تجربة المواقع والبرامج أو التطبيقات للربح من الإنترنت، وهذا بسبب انتشار الكثير من الفيديوهات والأشخاص الذين يدعون بأنه من السهل جدا أن تكسب المال عبر الإنترنت. فقد ادخل من هذا الموقع، فقد ادخل من هذا التطبيق، وهذه التفاهات والكذب، ويتلاعبون بكم. هل تعرفون كيف يكسبون المال؟ الحقيقة أن ما يفعلونه هو كيف يكسبون المال هو تلك الفيديوهات التي ينشرونها. نعم، تلك الفيديوهات التي تشاهدونها والروابط التي يضعونها أسفل الفيديو. نعم، تلك الروابط حين تضغط عليها سوف تجد في الروابط رقم مكتوب عليه يساوي ثم 4 أرقام. هذه الأرقام هي كود الدعوة، يقوم بدعوتك إلى الموقع ويكسب المال من دخولك للموقع أو من عملك، خاصة إذا كنت شخص يبحث عن الربح من الإنترنت. فدخلت من رابطه ودعوت أصدقائك أيضا، فإنه سيربح منك ويربح من أصدقائك. وبهذه الطريقة فهو من يكسب المال وليس أنتم بصراحة. يعني الشخص الذي يقوم بالدعاية وينشر الفيديوهات على الربح فهو من يربح منكم وليس أنتم من ستربحون. لهذا تجد الكثير من الأشخاص، والشيء الذي يفقدني صوابي، يعني بعض الأشخاص يحلف بالله على أن هذا الموقع فيه الربح وسوف إلى غير ذلك، سوف تربح بسهولة 100 دولار في اليوم، 200 دولار في اليوم، خزعبلات. إنهم يقومون بهذا الأمر فقط ليربحوا منكم أنتم المال، لأن الحقيقة حتى الأشخاص الذين لديهم قنوات فيها مشاهدات كثيرة ومتابعين كثر، فإنهم يربحون من تلك الفيديوهات التي يشاهدها التي فيها 200 ألف مشاهدة وتفاعل، و100 ألف متابعة وتفاعل، ولا يربحون من تلك المواقع التي ينشرها لك في الفيديوهات. أغلبهم يدعي بأنه ربح كذا وكذا من الموقع الفلاني وربح كذا في الموقع الفلاني، ولكنهم لو كان ربح حقا لما قام ب يعني تصوير الفيديو ليخبرك عن الموقع، بل الفيديو نفسه الذي تشاهد فيه الشرح هو الذي يربح منه المال الحقيقي. وأيضا الرابط الذي سوف يدخل إليه المتابعين والذي وضعه أسفل الفيديو، نعم يقول لك ادخل إلى الرابط بالأسفل، فيقوم بدعوتك للموقع فيبدأ بالربح منك ومن أصدقائك بدون أن يفعل أي شيء. يعني ما تربح منه أو الطريقة التي يربحون بها هي من كثرة المتابعين ومن كثرة المتفاعلين أو كثرة الأشخاص الذين ضغطوا على الرابط أسفل الفيديو والذين دخلوا باسمه وتسجلوا بالموقع، وهم يجهلون المساكين أن صاحب الرابط هو الذي سيربح أكثر بكثير منهم. أما أنت وأنا سندخل إلى الرابط وسوف يعني نشتغل عليه لبعض الوقت، وستجد بأنك لم تربح أي شيء إن لم تدعو أشخاص آخرين. وبطبيعة الحال نحن لا نقول بأنه ليس هناك عمل على الإنترنت نهائيا، هناك طريقة لكسب المال عبر الإنترنت بصراحة، ولكن ليست سهلة، وليست سهلة أبدا، بل العمل في الواقع بصراحة يكون أسهل جدا من العمل في الإنترنت. العمل في الإنترنت ليس سهلا، نعم تسهر الليالي و يعني فقط لتكسب القليل، وهذا يعتمد طبعا على خبرتك. كلما كانت لديك خبرة في مجال معين كلما كسبت أكثر.
مثلا هناك مجالات يمكنك أن تتعلمها عبر الإنترنت وتكسب منها المال، مثل التصميم، أنواع التصميم، يعني تصميم الجرافيك، تصميم المواقع، يعني تصميم إشهارات، تصميم ثلاثية الأبعاد، الكرتون، الأنيميشن. هذه كلها مهارات يعني يجب أن تكون لديك الخبرة فيها، ولا تدخل إلى مواقع العمل الحر كي تعمل بواسطة هذه المهارة. أما المواقع الأخرى التي تقول لك اضغط هنا وفقط، أنت لا تريد الربح، لو كنت تريد فقط اضغط على الرابط. يا إلهي، إنهم يسخرون منكم، إنهم ينشرون تلك الروابط ليربحوهم الأموال وأنت لا تربح شيئا سوى أنك تتعب نفسك. وطبعا يعني بدون ذكر أن هناك الكثير من المواقع النصابة ينصبون عليكم، حتى أن البعض المواقع لديهم طرق النصب محترفة، فأنت تعمل عليها يعني شيء عادي جدا وتكسب منه أيضا في المرة الأولى والمرة الثانية، لكن عندما تجمع الكثير في المرة الثالثة أو الرابعة يتم إغلاق الموقع وتذهب كل أموالك هباء الرياح. نعم، هذا هو الربح من الإنترنت. المهم، نحن في هذه السلسلة سوف نبدأ سلسلة أخرى بالقناة. سوف نبدأ سلسلة أخرى بالقناة، سوف نقوم بتجربة كل موقع وكل برنامج وكل أبليكاسيون حتى يعني نختبر هذا الربح، هل هو فعلا حقيقي أو أنه مجرد كذب واحتيال ونصب. تابعوا معنا، وإلى اللقاء.